تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا خاتمة اللقاءات المتعلقة بسورة النور، والمعنى أن سورة النور سورة جليلة عظيمة، كنا قد من الله علينا من قبل بالحديث عما فيها من أحكام وآداب ومواعظ، واليوم نختم في هذا اللقاء الحديث عن طيات هذه السورة المباركة. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، إلى قوله تعالى: والله عليم حكيم. هذه الآية آية استئذان، جاءت بعد آيات استئذان سبقت. النداء فيها كما مر معنا نداء كرامة، وقد فصلنا فيما قبل أن النداء يكون نداء عاما كقوله جل وعلا: يا أيها الناس، كقوله تبارك وتعالى: يا بني آدم. أما إذا قال الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، فهذا يسمى نداء كرامة لا نداء علامة، لأن الله جل وعلا كرم عباده الأوفياء المتقين بأنهم آمنوا به. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. المخاطب الذين آمنوا، والمطلوب منهم أن يستأذنوا طائفتان: العبيد والجواري، وعبر عنهم بالذين ملكت أيمانكم، والأطفال الأحرار، وعبر عنهم بقوله: لم يبلغوا الحلم منكم، أي من الأحرار، من المؤمنين الأحرار. خصصناها بالأحرار لأن العبيد والجواري قد مضى الحديث عنهم بقوله: الذين ملكت أيمانكم. اللام في الفعل لام الأمر، لكن هل هذا الأمر للوجوب أو للتعليم والإرشاد؟ بكل قال العلماء، وقول الجمهور أن اللام هنا لام أمر، والأصل فيه الوجوب. الرب تبارك وتعالى في هذه الآية يعلم عباده أن الأشياء درجات، ولا يمكن أن يعطى أحد كل ما عندك بالكلية. العرب تقول: ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. فمهما بلغت خصوصية من حولنا من العبيد والجواري والأطفال، إلا أنها تبقى حالات خاصة بنا، لا يمكن أن نفتح مجالها للآخرين على علو مكانتهم وقربهم منا وحاجتنا إليهم وحاجتهم إلينا، إلا أن هناك أمور تبقى خطوط حمراء. والقرآن هذا ما أنزل ليوضع في آخر السيارات فقط تبركا كما يفعل البعض، وليس المقصود بيان حكم هذا، لكن المقصود الأسمى بيان أن نفقه أن القرآن أنزل لمعان عظيمة ومقاصد جليلة، منها أن نعيش حياتنا وفق نظم القرآن، وفق آيات القرآن. التعبير بآيات هنا أجمل من التعبير بنظم، لأن النظم تنصرف إلى القوانين الوضعية أكثر من غيرها. فالرب جل وعلا هنا ينادي عباده نداء كرامة، أنه لا بد من الاستئذان، لكنه قال: ثلاث مرات. هذه الثلاث مرات هي خصوصية من الوقت العام. فهؤلاء كما يأتي في آخر الآية طوافون، بمعنى يدخلون ويليجون. والدين جاء برفع المشقة، فالأحكام وإن عممت أحيانا لكن تأتي منها استثناءات. فطالوت يقول لقومه: إلا من اغترف غرفة بيده، ويعقوب يقول لبنيه: إلا أن يحاط بكم. لا بد من الاستثناءات. وسليمان يقول في قضية الهدهد: أو لا يأتيني بسلطان مبين. لا بد من ترك مجال خط رجعة للآخرين. هذه الاستثناءات الأصل أن الناس جميعا يلزمهم الاستئذان، لكن الجواري، العبيد، الخدم، الأطفال الذين يدرجون إلى حجراتنا مستثنون من هذا الطلب العام. هم أنفسهم المقربون، هؤلاء تأتي أحوال، تأتي ظروف، تأتي أزمنة نحن فيها في حالة خاصة جدا. في هذه الحالة الخاصة جدا بدهي أن حتى هذه الطائفة
تبقى لها نوع من التوقف. والعاقل في تعامله مع الآخرين يضع خطوط، ومن حولك كل منهم له خط يقف عنده. والله يقول عن ملائكته: وما منا إلا وله مقام معلوم. سدرة المنتهى ينتهي عنده ما يعرج من الأرض إلى السماء، تجاوزها صلى الله عليه وسلم، لأن قدره ليس كقدر غيره. هذه خطوط عظيمة يضعها القرآن بين أيدينا في التعامل مع غيرنا، في كيف نفقه الأشياء من حولنا. من ظلم القرآن أن يلتفت فقط إلى القضايا النحوية والبلاغية وإن كانت مطلوبة، لكن نظلم كلام الله، نظلم أنفسنا في فهم كلام الله إن جعلناه محصورا في هذه القضايا فقط. وإنما القرآن أشمل وأعظم وأجل من ذلك، هذا تشريع. ولهذا قال الله بعدها: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نعود للأول ثلاث مرات. قال الله جل وعلا: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذا تعليل للحكم. قال بعدها: ثلاث عورات لكم. العورة سميت عورة لأن إظهارها يجلب المذمة والعار، وتسمى سوءة لأن إظهارها يسوء الرجل الحر العاقل. ثلاث عورات لكم، هذه سماها الله جل وعلا ثلاث عورات لأن غالب حياة الناس أن هذه الثلاث عورات يحصل فيها، هذه الأوقات يحصل فيها من التكشف والخلل في الستر ما لا يحصل في غيرها، لأنها أوقات راحة ونوم ومغالبة أن يكون الرجل مع أهله. فقول الله جل وعلا: من قبل صلاة الفجر، هذا وقت نوم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. فإن قال قائل: كيف تقول إن من قبل صلاة الفجر وقت نوم؟ نعم، هذا الأصل، وإن كان سحرا، لكن السحر قسمان: سحر مرتبط بصلاة الفجر فالأصل فيه النوم. تقول عائشة: عن هذا الوقت ما ألفيته إلا راقدا عندي. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة داود كان يفصل ما بين قيامه لليل ما بين صلاة الفجر، النوم. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لم يقل ربنا وحين تضعون ثيابكم من قبل صلاة الفجر، ولم يقل حين تضعون ثيابكم بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لأن هذا وضع الثياب في هذين الوقتين أمر معهود معلوم، لكن وقت الظهيرة ذكره الله جل وعلا فدل على غيره من باب أولى، دل على غيره من باب أولى. فإذا كان التقليد السائد المتفق مع الفطرة البشرية أن الناس تضع ثيابها عند الظهيرة، فمن باب أولى أن توضع الثياب من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء. على هذا يقال، استطرد قليلا في فهم القرآن. القرآن غالبا الشيء الظاهر لا يقدمه، وإنما يقدم ما هو خفي، وهذه أصلا صبغة يعني علمها الله جل وعلا عباده حتى يخرج العظماء من الرجال. فالعظماء من الرجال لا يقولون الكلام الذي يعرفه كل واحد. فإن قلت: أين الدليل؟ الدليل في سورة واحدة في البقرة. الله جل وعلا قال في البقرة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حدد وقتها. وقال في البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: شهر رمضان، بعد أن قال أياما معدودات، فحدد أن الصيام في رمضان. عندما ذكر الحج في نفس السورة قال: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، الحج أشهر معلومات. طب وش ما هي الأشهر المعلومات؟ ما قال جل وعلا ذو شوال وذو القعدة وذو الحجة التي قال الفقهاء إنها أشهر الحج. لماذا؟ لأن العرب لم تكن تصلي ولم تكن تصوم، فحدد الله لهم أزمنة الصلاة وأزمنة الصيام، لكنهم كانوا يحجون. ولهذا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فلما كانت أشهر الحج لا يجهلها أحد ممن خوطب في القرآن أولا، لم يقول الله ما هي أشهر الحج، قال: الحج أشهر معلومات، أي أنها مشتهرة معروفة لا تحتاج إلى بيان. فوضع الثياب من الظهيرة هذا يختلف الناس فيه، فحدده ودل على غيره من باب أولى. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم، ليس عليكم أيها المخاطبون
ولا عليهم أيها المطالبون بالاستئذان، وينصرفوا كما قلت إلى العبيد والجواري والأطفال الأحرار. ليس عليكم ولا عليهم جناح أي إثم ولا حرج ولا ضيق بعدهن عائدة على الثلاث مرات. طوافون عليكم بعضكم على بعض، طوافون عليكم بعضكم على بعض. الأصل أن الصبية والعبيد والجواري يدرجن ويلجن ويلجون إلى بيوت ساداتهم وحجراتهم وغرفهم، فأنت إما أن تحتاج إلى خادمك فتذهب إليه، أو هو يأتيك ليؤدي لك خدمة. والطفل دون البلوغ جرت العادة أنه يدخل ويخرج على أبويه وأجداده وسائر أهل البيت، فاشتراط الاستئذان هنا يجلب الحرج، والدين من عمومياته نفي ماذا؟ نفي الحرج. والدين من عمومياته وكلياته نفي الحرج. وقلت أنا دائما من دلالة العلم ربط الأشياء بعضها ببعض حتى تفقه أن هذا الدين واحد، والله جل وعلا لا يفرق بين مثيلين ولا يجمع بين نقيضين، لا يفرق بين مثيلين ولا يجمع بين نقيضين، وهذا من دلالة حكمة الدين. فمثلا هذه الأشياء تقاس عليها مثلا أن الإنسان يطلب منه إذا دخل المسجد أن يؤدي تحية المسجد، لكن تحية المسجد في عرف كثير من الفقهاء مرفوعة عمن يكثر دخوله وخروجه على المسجد، كالبواب، الحارس، من وكل له إصلاح شيء من المسجد يخرج ليضيء أو ليأتي ويغدو ويروح، فهذا لا يطالب في كل دخول وخروج أن يصلي تحية المسجد إذا كان خروجه متقارب. كمثاله في واقعنا المعاصر الإخوة القائمين على السفر والإفطار في المساجد أو في الحرمين، الذين يخرجون من الباب كثيرا إما ليأتوا بطعام أو ليقدموا ضيفا أو ليأتوا بسائل يريدون منه أن يفطر في سفرتهم، فحرج كبير لو طالبناهم بالتحية في كل وقت. واضح حتى يتضح الدين. قال ربنا كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال جل ذكره وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هؤلاء الأطفال يكبرون، والعاقل يعلم أن كل صغير يكبر وكل قليل يكثر وكل ضعيف يقوى. هذه لماذا أدرجناها؟ تنتبه للأمور من حياة في حياتك، لا تترك الأشياء على ما هي عليه، فإن تركتها فهذا الأصل فيها. الاستئذان للأطفال رفع عنهم إلا في تلك الثلاث الأوقات، لكنه مقيد بكونهم أطفالا، فإذا ناهزوا البلوغ وعبر عنه هنا بالحلم وهو رؤيا الجماع في النوم، فإنه يعود الأمر يعودون مخاطبين كما خطب الذين من قبل. فقال الله جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وهي آيات الإذن التي مرت في أول سورة النور. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم قال جل شأنه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قواعد جمع ماذا؟ جمع قاعد من غير تاء، جمع قاعد من غير تاء. لماذا قلنا من غير تاء؟ قلنا من غير تاء لأن القاعدة بالتاء تدخل فيها الكبيرة والصغيرة، فكل من جلست في بيتها لأي شيء كان فهي قاعدة، لكن القاعد هي المرأة الكبيرة التي قعدت، على قولين العلماء الأشهر منهما القاعدة القواعد جمع قاعد، وهي التي قعدت عن الولد والحيض والزواج. قعدت عن ماذا؟ عن الحيض والولد والزواج. وقال ابن قتيبة وهو إمام في اللغة يحتج بأقوال مثله، قال إنها الكبيرة في السن وسميت قاعد وجمعت على قواعد لأنها تكثر من القعود في البيت لكبر سنها وعجزها عن الخروج. وهذا قد يكون منتفل في زماننا لوسائل النقل والإعانة الموجودة المعاصرة هذا الأمر. والعرب أصلا تقول للمرأة هذا حتى وإن كانت
يعني شابة، لكنها جرت على ألسنتهم أمور، مثلا قول الحطيئة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، هنا يضم زوجته. لكن الذي يعنينا أن القواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي قاعدت عن الحيض والولد والزوج. قال ربنا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. معنى لا يرجون نكاحا أي الغالب أنه لا يطمع في مثلهن، الغالب أنه لا يطمع في مثلهن، فليس للرجال في أمثالهن مطمع، وهذا كله مجرى الغالب، وإلا فإن من القواعد المحكمات أن لكل ساقطة لاقطة، أن لكل ساقطة لاقطة، والعرب تقول تعلقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب، تعلقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب. هؤلاء القواعد التي غلب على الظن أنهن لا يطمع في مثلهن، قال الله عنهن فليس عليهن جناح حرج إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يضعن ثيابهن يتخففن من الثياب، الجلباب والرداء، وليس المقصود ترك اللباس بالكلية حتى تظهر العورة، هذا لم يقل به أحد ولن يقول به عاقل. غير متبرجات بزينة هذا قيد. ما معنى هذا القيد؟ أن يكون سبب الوضع التخفيف لا التبرج، أن يكون سبب وضع الجلباب والرداء التخفيف لا التبرج وإظهار ما يجب ستره. فالمعنى الحقيقي للتبرج هو إظهار ما يجب إخفاؤه وستره، المعنى الحقيقي للتبرج إظهار ما يجب إخفاؤه وستره. فيصبح المقصود من المرأة أنها عجوز مقعدة كبيرة طاعنة في السن، فلا بأس أن تضع ما ثقل من الثياب عن نفسها، تريد بذلك التخفيف عن كاهلها ومشقة لبس الجلباب، لا تريد بذلك إظهار ما خفي. غير متبرجات بزينة، ثم قال ربنا وأن يستعففن خير لهن. هنا أعطيك جملة تكتب بماء الذهب، إذا كان الاستعفاف ورد في حق القواعد فما عسى أن يقال في حق الكواعب. إذا ورد الاستعفاف طلب العفة مندوبا إليه في حق القواعد فما عسى أن يقال في حق الكواعب. ومن الكواعب؟ جمع كاعب، المرأة إذا بدا ثديها، أو الفتاة إذا بدا يظهر ثديها. قال ربنا وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، يعلم ما تكنه الصدور ويسمع خفيات الأصوات جل جلاله. فإن كانت المرأة أرادت بذلك غير ما شرعه الله لها فلن يخفى ذلك على رب العزة والجلال. هذه آيات الاستئذان متشابهة الثلاثة التي تتابعت في سورة النور، وهي من حيث الإجمال تبين حرص الإسلام على الحياة الاجتماعية وتنظيم سير الحياة فيها، وما جاء في الإسلام من الحرص على حفظ العورات وسترها وتحديد ذلك، وبيان الطرائق المثلى في الأمور التي يحصل بها الستر والعفاف. ثم قال ربنا وهو أصدق القائلين ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا. للعلماء في النظر في هذه الآية طريقان، الطريق الأول واختاره أبو حيان في البحر المحيط، واختاره أبو حيان في البحر المحيط، وهو على أن الواو في قوله جل وعلا ولا على أنفسكم واو استئناف، واو استئناف. وإذا قلنا إن الواو في قوله جل شأنه واو استئناف في قوله جل شأنه ولا على أنفسكم، أصبح المعنى الأول غير مرتبط بالثاني، لأن هذا معنى الاستئناف. وخرجوا معنى الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج على أن المعنى ليس عليهم حرج في القعود عن الجهاد، ليس عليهم حرج في القعود عن الجهاد وإن لم يسبق عندهم للجهاد ذكر في الأول. هذا المنح الأول، وهو في ظننا بعيد، وإنما الواو
واو عطف في قوله جل شأنه ولا على أنفسكم، وهذا الذي اختاره أبو حيان الأول نتركه أو نرجح غيره عليه. أما غيره فجماهير أهل العلم على أن الواو عاطفة، لكنهم اختلفوا في العلاقة بينهما في المعنى، فذهب بعضهم إلى أن بعض الناس كان يتحرج من الأكل مع ذوي العاهات فأنزل الله هذه الآية، وقال آخرون بغير هذا. لكنني قبل أن أقول الرأي الذي أختاره أمهد بتمهيد لا بد منه. لا يمكن أبدا فهم القرآن مجزوءة عن السنة. فهم السيرة النبوية باب عظيم، مدخل كبير لفهم القرآن. يمر معك في السيرة كثيرا خاصة في الغزوات، والتداعيات هذه معينة على فهم القرآن ملكة. يمر معك كثيرا في السيرة أن النبي كان يضع أحدا أميرا على المدينة حالة خروجه لماذا؟ الغزو. قطعا لن يكون هناك أمير إلا إذا وجدت رعية، لابد في أناس يرعاهم هذا الأمير، يصلي بهم يقوم بهم. لماذا أمير إذن؟ هؤلاء من هم؟ هم الذين يقعدون عن الجهاد، والذين يقعدون عن الجهاد إنما الأصل أنهم يقعدون لعذر، ومن الأعذار المرض والعرج والعمى، واضح؟ هؤلاء الذين يقعدون عن الجهاد يملكهم الذين ذهبوا للجهاد مفاتيح البيوت، ويجعلونهم وصايا على أهليهم. والجهاد لم يكن يتم في ليلة ونهار، أحيانا يكون في سفر يمر شهر أو أقل أو أكثر. في هذه الفترة يحتاج الناس إلى الأكل، وهؤلاء القاعدون عن الجهاد يدخلون تلك البيوت التي استؤمنوا عليها ويخالطوا أبناء المجاهدين، فينشأ عن ذلك أكل وإطعام. فربما تحرج أولئك القاعدون من أولي الضرر من ذلك الطعام والأكل. فالله جل وعلا يريد أن يبين هنا أن الأصل في المؤمنين أنهم كالنفس الواحدة، وأن المؤاكلة وطيب النفس في الطعام أمر محمود، فيخبر أنه لا حرج ولا إثم على الجميع أن يأكل بعضهم من بيوت بعض. ولهذا عدد الأعمام والأخوال والبيوت القرابات والأصدقاء بعد ذلك، لكنه بدأ بالأعمى والأعرج والمريض، لأن الأصل أن الخطاب موجه إليهم، وهو يريد جل وعلا أن ينبئ أولئك الأخيار ذلك الجيل الأمثل والرعيل الأكمل الأول المخاطب بالقرآن أن الأصل فيكم أنكم كالجسد الواحد. ولهذا سيأتي فسلموا على أنفسكم على أنهم كالشخص الواحد. هذا الذي أفهمه من كلام الله، وهذا القول من حيث الجملة أشار إليه سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه. نقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، إلى أن قال جل وعلا أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. وسأقف عند صديقكم، لكني قبل أن أصل إليها أقول لم يذكر الله بيوت الأبناء، وهذا ظاهر يعني لا يحتاج إلى مزيد نظر، العلماء تكلموا فيه من قبل بلا استثناء، وهم ذهبوا في هذا إلى أن الله لم يذكر بيوت الأبناء لأنها مندرجة في قوله جل وعلا بيوتكم، لأن بيت الولد ملك لأبيه. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا بيان عظيم الإلصاق ما بين الولد ووالده. أما ما عدا ذلك فهو ظاهر وقد بيناه. قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، مفاتح جمع مفتح، ومفتاح تجمع على مفاتيح، ومفتح ومفتاح بمعنى واحد. أعيد، مفاتح جمع مفتح، ومفاتيح جمع مفتاح، لكن مفتح ومفتاح بمعنى واحد ما يتوصل به إلى حل ما أغلق. أو صديقكم، طيب ذكر الله كما ترى أيها الفاضل إخوان، أخوات، أمهات، أعمام، خالات، مفاتح، كلها بصيغة الجمع. في الصديق ذكرها بصيغة الإفراد، السؤال هنا لماذا ذكرها بصيغة الإفراد؟
أما المعنى فواحد، أما المعنى فواحد، لكن قالوا أي أهل العلم المعنيون بالبيان قالوا الصديق هذا خفي، يعني إشعار خفي أن الصداقة شيء نادر، ولهذا أفردها الله. ألا ترى إلى قول الله على لسان الجهنميين فما لنا من شافعين، ذك كثرة شافعين، ولا صديق حميم، لأن الصديق يعز في الدنيا يعني عزيز نادر. والعرب تقول لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد يصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فهم يقولون إن الخل الوفي ممتنع لكنه ليس نادرا، يعني ليس ممنوعا. المقصود من أجل ذلك قالوا أفرد الله جل وعلا كلمة الصديق. ثم قال ربنا: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. هذا دلالة على أن المؤانسة تقع، والمؤاكل أمر حسن سواء أكلنا متفرقين وهو معنى أشتاتا، أو مجتمعين وهو معنى قوله جل وعلا جميعا. الآن أستطرد بكم ذهنيا، وقبل أن أستطرد أقول إن من وسائل جمع العلم ونفع الناس به أن يكون لديك ذكاء سيال وذهن وقاد. إن من وسائل جمع العلم ونفع الناس به أن يكون لديك ذهن سيال، ذكاء سيال وذهن وقاد. ما علاقة هذا بقوله تعالى تأكل جميعا أو أشتاتا؟ يقولون إن ثلاثة رجال جاء الأصل فيهم أنهم رجلين، أنهم رجلان جلسا ليأكلان، هذه افهمها جيدا، اختبر فيها ذكاءك. فقدم أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة، وقبل أن يطعم جاء رجل ثالث عابر فطلبوا منه أن يجلس معهما فجلس، فأصبح ثلاثة أشخاص يريدون أن يطعموا ثمانية أرغفة. أحد الرجلين الأولين أتى بخمسة والثاني أتى بثلاثة، فأكلوا حتى أتموا أكلها جميعا. ثم إن الرجل كان من ذوي الجاه لا يقبل أن يأكل دون أن يكافئ، فأخرج ثمانية دنانير فوضعهما لهما، فوضعها لهما وانصرف. قال الذي جاء بالخمسة: خمسة لي ثلاثة لك وفق تقسيم الأرغفة. قال الثاني: الأصل أننا اثنان، وهذا دفع ثمانية أو أكل معنا، أربعة لي وأربعة لك. فتشاجر، والناس ما تشاجرون؟ تشاجرون في الدماء والأموال والأعراض. احتكما إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمر يقول: قضية ولا أبا حسن لها. فكان رضي الله عنه يملك ذهنا وقادا سيظهر لك الآن. فقالوا له الخبر، ففورا قال رضي الله عنه وأرضاه عن ابنيه وزوجته، قال: سبعة لصاحب الخمسة ودينار واحد لصاحب الثلاثة، ومضى. فجلسا مليا يفكران كيف أتى بها علي، مع قناعتهما أن قول علي صواب كما تفكر أنت الآن، كما يفكر المشاهد. ثم تبين لهما صواب صنيع علي رضي الله عنه وأرضاه. أنا سأجيب، لأن هذا ليس مطروحا للسؤال. الأرغفة ثمانية، في كل رغيف أي شيء في الدنيا يقبل القسمة على ثلاثة. المعنى أن ثمانية أرغفة في كل رغيف ثلاثة أثلاث، فتجمع لدينا 24 ثلثا، صواب 24 ثلث، هذا مجموع ما أكله الثلاثة الأشخاص. والأصل أن كل أحد منهم أكل مثل الآخر، فيصبح كل أحد منهم قد أكل كم ثلث؟ ثمانية أثلاث، واضح؟ فالرجل الذي دفع الدنانير أكل ثمانية أثلاث بالاتفاق، ووضع عوضا عنها ثمانية دنانير، فالثمانية دنانير عوضا عن ثمانية أثلاث أكلها. صاحب الخمس
كم ثلثا صاحب الثلاث كم ثلثا قدم؟ قدم 9، 3 أرغفة فيها 9 أثلاث، هو نفسه أكل كم؟ 8، فلم يبقى شيء زائد قدمه للآخر إلا ثلثا واحد، فلهذا حكم له علي بدينار واحد. وصاحب الخمسة أرغفة، الخمسة أرغفة فيها 15 ثلثا قدمها، هو نفسه صاحب الأرغفة الخمس أكل 8 منها، لأن اتفقنا أنه كل واحد منهم أكل 8 أثلاث، فأكل هو 8 ليس له فيها أجر، فبقيت 7 أكلها الرجل الضيف مع الثلث الذي أخذه من الأول، فاستحق أن يأخذ 7 دنانير. واضح المسألة؟ تربية العالم طلابه، تربية العالم طلابه وتربية الطالب نفسه على مثل هذه الأمور يجعل منه ذهنا وقادا ذكاء سيالا يعينه على جمع العلم، لأن لو كان العلم فقط نظر في كتاب وحفظه وإملاءه للناس لأضحى جل الناس علماء، لكن العلم ليس محصورا في هذا. واضح؟ هذا مهم جدا، أخذناه من قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ثم قال ربنا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. من عند الله لأن الله هو الذي شرعها، مباركة لأنها تجلب الأجر والثواب، طيبة لأنها تطيب نفس المحيى والمحيي بها. أما قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، اختلف الناس في المعنى، فقالوا بيوتا نكرة، والمقصود إذا دخلتم أي مكان فيه قوم مسلمين فسلموا، وقالوا إن قول ربنا على أنفسكم دلالة على أن المسلم يقام مقام النفس. لكنني أقول هذا صحيح وجيد، لكنني أقول أنه يستحسن، والذي أفهمه من الآية أن الإنسان إذا دخل دارا ليس فيها أحد أن يسلم على نفسه ويقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الله جل وعلا: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ومن قواعد فهم القرآن أن يصرف أولا إلى ظاهره. قال ربنا بعد ذلك: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه ظاهرة. ثم قال ربنا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. نقول: نعود القاعدة الأولى التي قلنا إن القرآن لا يفهم إلا عن طريق السيرة. ما معنى أمر جامع؟ الأمر الجامع من حيث الإجمال الأمر الجلل، الأمر الجلل. أما معناه هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر معك في السيرة أنه يبعث منادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة تكون في الخطوب العظيمة. الله جل وعلا هنا يقول: إن الأصل أن النبي لا يدعوكم لأمر جامع إلا لأمر ذي بال ذي شأن، هو في حاجة ملحة لرأيكم ولأن تسمعوا وتأخذوا عنه. فإذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن بكم أن تستأذنوا أن تخرجوا دون إذن، لأن هذا ينافي السبب الذي من أجله جمعكم. فجعل الله جل وعلا الاستئذان من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل صدق الإيمان. الاستئذان من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دلالة من صدق الإيمان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. هذا يسمى تفويض، وبعض العلماء يقول هذه الآية تسمى المفوضة، والمعنى أنه تقرر في الأصول أن الله جل وعلا فوض بعض الأمور إلى رأي نبيه، فوض بعض الأمور لرأي نبيه كمثل هذه الآية: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم، واستغفر لهم الله. وكلمة واستغفر لهم الله تشعر أن حدث منهم ما يوجب الاستغفار، إن الله غفور رحيم. ثم قال جل شأنه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
أكثر الذين يؤلفون في السيرة في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بهذه الآية على أن الرسول لا ينادى كما ينادى غيره. فأما ما ذهبوا إليه فصحيح، وأما ما استدلوا به فخطأ. فالآية لا تتكلم عن كيف ننادي الرسول أبدا، وإنما هذا جاء في الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. لكن المقصود هنا أن الرسول لا يدعوكم لأمر جامع إلا لأمر عظيم لا يقاس بدعوة غيره، فلا تجعلوا دعاء الرسول لكم كدعاء بعضكم بعضا. والمعنى أن دعاء بعضكم بعضا لا حرج فيه أن تخرجوا، أما الدعوة التي تتم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهي معظمة مجللة، فلا يحسن منكم الخروج. والدليل على صحة هذا القول القرينة في الآية، فالله قال بعدها: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لواذا يعني قليلا قليلا، يلوذون خفية، يعني ينسل هذا من هنا وينسل هذا من هناك ويخرج هذا من آخر الصف وهكذا. فالله جل وعلا يؤدب هؤلاء الصحابة أن الأمر الجامع عند النبي ليس كالأمر الجامع عند غيره. وليس المعنى ما ذهب إليه بعض الفضلاء وإن كان موجودا في كتب التفسير بأن المعنى عند المناداة، هذا غير مستقيم. لماذا؟ لأن القرينة هنا تأباه، والقرينة هي قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، ولواذا هنا حال. ثم قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره أي عن هديه صلوات الله وسلامه عليه، أن تصيبهم فتنة. قال بعض العلماء إنها تحتمل ثلاثة معان مع اتفاقهم على أنها تكون في الدنيا. أن تصيبهم فتنة قالوا تحتمل ثلاثة معاني مع اتفاقهم على أنها في الدنيا. قيل فتنة بمعنى الكفر، وقيل بمعنى العقوبة، وهذان عندي رأيان مرجوحان. وأما الرأي الراجح فالمعنى تصيبهم بلية تظهر ما في قلوبهم من النفاق، تصيبهم بلية تظهر ما في قلوبهم من النفاق. أو يصيبهم عذاب أليم قيل في الآخرة، قيل في الآخرة. والأظهر عندي أنها تحتمل الدنيا، تحتمل أن يكون هذا في الحياة الدنيا. هذه الآية كذلك تدل على أمرين، هذه الآية الكريمة تدل على أمرين. الأول أن الآية الكريمة هذه أصل في اتباع السنة، أن هذه الآية الكريمة أصل في اتباع السنة. وقد ذكروا أن مالك رحمه الله أبا عبد الله إمام دار الهجرة جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله إنني أريد العمرة فمن أين أحرم؟ قال: من مسجد ذي الحليفة. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، من القبر، من عند القبر. فقال مالك رحمه الله: أحرم من ذي الحليفة. فكأن الرجل قال: ماذا يضيرني؟ قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الرجل: وما هي إلا أميال زدتها، يعني الفرق ما بين ذي الحليفة وما بين المسجد أميال. فقال مالك رحمه الله: إنني أخشى أن تكون بصنيعك هذا تظن أن هديك أعظم من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتباع السنة من أعظم ما يجلب البركة وما يدل على صدق الإيمان. والصالحون من قبلنا ممن أدركنا رأينا وقرأنا عنهم ممن سبق ورأينا ممن أدركنا حرصا عظيما على اتباع السنة والتقيد بها، لأن الإنسان إذا تقيد بالسنة كأنه يظهر عجزه في الوصول إلى العلم إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق والأصل الذي لا محيد عنه. فقلنا إن الآية أصل في اتباع السنة. في الآية دليل آخر، هذا المعنى الثاني،
أن الأصل في الموازين الميزان الشرعي، أن الأصل في الموازين والحكم على الأشياء الميزان الشرعي. فإذا أردنا أن نعرف فلان أطال أم قصر في صلاته نقيسها على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أطال أم قصر في خطبته نقيسها على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كل شأن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ختم ربنا جل وعلا هذه السورة المباركة بقوله: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ما مر أيها المبارك أحكام، مواعظ، قصص، فصل في حديث الإفك، تشريع، لا يمكن أن يأتي بها إلا القادر الرب الواحد. ولهذا قال جل وعلا: ألا إن لله، ألا استفتاحية، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الحكيم، هو الأعلم بخلقه، فبدهي جدا أن يكون منه ذلك التشريع. فالتشريع جاء هنا ممن له حق التشريع، وليس لأحد حق التشريع إلا لله. قد يعلم ما أنتم عليه، قد هنا على التحقيق قولا واحدا، ولا ينبغي الالتفات إلى قول النحاة هنا إلى أن قد أحيانا تأتي تكثر في زمن المضارع، ولو سلمنا بهذا في استخدامه في لغة العربي كثيرة، لكنها هنا للتحقيق قولا واحدا. قد يعلم ما أنتم عليه، ما أنتم عليه يعني يعلم حالكم من الموافقة والمخالفة، من النفاق والإخلاص. فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية، لا رب غيره ولا إله سواه، لا تخفى عليه خافية. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه، أي جميعا، فينبئهم بما عملوا، وهذا يوم يقوم فيه الأشهاد، يحشر فيه العباد. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله: والله بكل شيء عليم. وقد مر معنا أن الله جل وعلا وسع علمه كل شيء، وأنه جل وعلا يعلم ما قد كان وما سيكون وما هو كائن، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. بهذا أيها المباركون نختم تأملاتنا في سورة النور. نسأل الله أن يرزقنا نورا نهتدي به، ورزقا حلالا طيبا نكتفي به. وهذه الآية مر معنا في أولها أنها سورة مدنية، وأن فيها من التشريع ما جعل عمر يطلب من الناس أن يعلموها أبناءهم ونساءهم على وجه الخصوص، وتعلقت فيها كثير من الأحكام، وانجلت بها الغمة في فصل خطابها عن حديث الإفك، وذكر الله جل وعلا فيها الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الجامع، وذكر الله جل وعلا فيها أشياء أخرى ومواعظ كثر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان وعليه البلاغ. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.